هل حلال عليكم وحرام؟ حرام علينا. سيفتم كل شيء. فضحناكم كاميرون بالصوت والصوره. رشوه انتم كسامه حكام من قبل الان. وهذه ارواح الارواح. سي تري امبورطون. خويا ارواحك منا هذه باش نحكموا الليل. ان حكام افريقيا مرتشين وحكام رشوه معروفه الان. مناصرون المنتخب الجزائري برسالة قوية للعالم ليقولون لا للرشوة، لا لما قاموا به للجزائر التي تدفع ثمن مواقفها. سيسوا القضية. كرة القدم يقولون أنها ليست سياسية، لكنهم لماذا روسيا أقصيت إذن؟ هل حلال عليكم وحرام عليكم؟